ولتعليق يحيى لهذا الموضوع مشاهدينا ينضم الينا من دمشق طارق الاحمد رئيس الدائره الخارجيه والاعلاميه في المكتب السياسي للحزب السوري القومي الاجتماعي. سيد طارق اهلا ومرحبا بك على شاشتنا. اذا اسرائيل تتحدث عن اسقاط طائره سوريه اخترقت الاجواء في هضبه الجولان المحتله في حين دمشق تنفي ذلك، تفضل. تحيه سوريا، تحياتي لك وللمشاهدين الاعزاء. اهلا بك. انت تعلم بان الفتره المنصرمه شهدت تقدم بالجيش العربي السوري وتحريره لمعظم المناطق الجنوبيه من محافظه درعا وايضا محافظه الكنيتره، وان هناك جيد كما جاء في تقريركم صحيح تماما، هناك جيد لا يزال فيه تنظيمات مسلحه مبايعه لداعش، بمعنى انها داعش، يعني هي داعش اصلا هي تنظيمات مسلحه، وبالتالي يجب تنظيف هذه المناطق من تلك المجموعات المسلحه. الان هذا الامر يرتبط، يعني يظهر حقيقه المنطقه صغيره جدا كمسافات، يعني خاصه بالنسبه للطيران الذي يقطع مسافات بعيده جدا خلال ثواني، وبالتالي ما يتعلق بخطوط الطيران عادة ما يجري، يعني حتى ما تعرفه بين الأمريكان والروس حتى في 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 قمة الخلافات خلال الأحداث في سوريا كان هناك تنسيق عالي المستوى، وكان هناك حتى خط ساخن ما بين غرف العمليات لكي لا يجري مثل هذا الاشتباك، بمعنى أن هناك دوما عندما يكون هناك اشتباكات بالطيران يكون هناك عمليا هذه المناطق لا يتم الاستهداف. الآن هذه الأرض بكل أحوال هي أرض سورية، هي كلها أرض سورية، هي كلها أرض محتلة. ما يعنينا من الموضوع مسألة واحدة، هي تكشف الارتباط اليهودي الإسرائيلي بشكل مباشر بالتنظيمات المسلحة، وأن ليس لديها رغبة. طب سيد طارق، يعني دمشق تقول بأن الطائرة كانت في مهمة يعني فوق حوض اليرموك في إطار المعركة ضد تنظيم داعش متواجد في تلك المنطقة، أليس كذلك؟ طبعا طبعا. وإسرائيل استهدفتها في تلك المنطقة بحسب ما تقول دمشق. هلا فيما يتعلق بالمعلومات نحن نتلقى المعلومات يعني مثلك بالوكالات الأنباء، لكن بكل الأحوال من المعلوم بأن الجيش السوري يستهدف داعش الآن، يستهدف، وعندما تستهدف هذه الطائرة من قبل، وبتعرف المسافات بالنسبة للصواريخ والطائرات ليست كالبر، يعني المسافات تعتبر مسافات صغيرة جدا أو هي تحسب بالثواني، فعمليا هذا يكشف تماما الحالة العدوانية لإسرائيل ورغبتها الحقيقية في حماية داعش. هذا هو الدليل الذي يمكن أن نستنتجه من العملية. نعم، يعني إسرائيل ترغب في حماية داعش، وأيضا طب يا سيد طارق، يعني الجميع يعلم الآن بأن تمت هناك توافقات أمريكية روسية تقضي بعودة دمشق إلى أجواء الجولان، على مقربة من الجولان، على إلى الجنوب السوري، وبالتالي يعني ليس من مصلحة إسرائيل الآن أي يعني مواجهة، ولا هي تريد مواجهة مع دمشق، هي ما يهمها في نهاية المطاف التواجد الإيراني، وهي تتحدث عن اختراق الطائرة لأجواء الجولان المحتل، لذلك استهدفتها. منذ قليل تحدثنا عن موضوع اختراق الاجواء، اولا اجواء الجولان المحتل هو ارض سوريه من حيث المبدا. نعم. لكن اذا فرضيه اختراق الطياره يعني وكما تتحدث اسرائيل مرجحه اذا. لا، بالنسبه للطيران والصواريخ هذه المناطق تعتبر متاخمه، من الصعب جدا الحديث بالامتار بالنسبه لها، لان الطائرات تعرف تقطع مسافات بسرعه كبيره. نعم. لكن فيما يتعلق بداعش بالتحديد، وفيما يتعلق بالتفاهم الروسي الامريكي الاخير في قمه هلسنكي، انت تعلم بان الروس قد اعطيوا في تلك القمه مهمه التحدث، يعني رئيس الخارجيه الروسي سيد لافروف رئيس الاركان موجودون في 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 عند القياده عند العدو الاسرائيلي. لماذا؟ من اجل التفاصيل، يعني هذه التفاصيل التي تتحدث عنها التي تسال عنها هي بعهده الروس، بمعنى لكي ينهوا هذه التفاصيل، وبالتالي الاعتداء في مصياف والعدوان الان على الطائره كله من اجل
أن يتفاوض الإسرائيليون بالنار. لماذا يريد الإسرائيليون أن يتفاوضوا بالنار؟ لأنهم يشعرون بالخسران في الميدان، وبالتالي يريدون إظهار أنفسهم بأنهم طرف يستطيع دوما على العدوان، لأنهم يخشون على أوراقهم التفاوضية بأنها ليست كبيرة. هذا هو التفسير الذي يمكن. نعم، أفهم من حديثك سيد طارق يعني لربما هناك تزامن ما بين زيارة سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي إلى إسرائيل في الأمس والاستهداف إسرائيل الطائرة السورية اليوم. هذا ما أردت أن نذهب إليه منذ قليل. نعم. قلت لك بأن وزير الخارجية الروسي هو موجود في إسرائيل الإسرائيلي، وعندما أنا تفسيري الشخصي صراحة، نعم، لأن الإسرائيلي يشعر بالخسران بمشروعه بشكل كلي. مشروعه لم يكن صراحة عودة الجيش السوري، لم يكن واقعي، لم يكن عودة. ولكن نتنياهو قال نحن نريد عودة النظام الذي لم يطلق علينا رصاصة من 40 عام. كيف؟ رئيس وزراء الإسرائيلي نتنياهو يقول نحن نريد عودة دمشق إلى الحدود على مقربة منا لكونها لم تطلق علينا رصاصة منذ 40 عام، يعني بما معنى هي أفضل شيء لنا. هذا للداخل، لأنه هناك آراء متنوعة في الداخل الإسرائيلي. هذا للداخل لكي يسوق مشروع ما قلته لكم منذ فترة بأنهم يريدون سلتهم بلا عنف. أيوة. بمعنى أن المشروع الإسرائيلي في الاستثمار في ما سمي بحراك أو ثورة في سوريا كان من أجل خلق دويلات طائفية في سوريا، أو على الأقل إقامة حزام. لماذا دعموا المجموعات المسلحة؟ لكي يخلقوا حزام يشبه حزام أنطوان لحج في لبنان السابق، وبالتالي هذا عودة عن المشروع السابق. الآن يريد أن يسوق لجمهوره هذا الفشل الذي وصل إليه، بمعنى أن يحاول أن يصل إلى النتيجة التي لم يكن يريدها من قبل، وبالتالي الآن يحاول أن يقول لهم بأننا إذا وصلنا إلى حل مع هذا النظام فأفضل من أن يستمر، لأنه يعرف بأن الغلبة أصبحت في جهة الجبهة السورية، وإذا امتدت فسوف تكون وبال على إسرائيل. نعم، شكرا جزيلا لكم على هذه المداخلة الكريمة. السيد طارق الأحمد رئيس الدائرة الخارجية والإعلامية في المكتب السياسي للحزب السوري القومي الاجتماعي حدثنا من دمشق.